كيس واحد بس من اللي انتي شايفاه ده سحر ورهيب، ومش هتحتاجي تحطي نقطة مكياج في وجهك في العيد. الكل هينبهر بجمال بشرتك الصافية والجميلة والبيضة والموردة من غير ميك اب. هتفاجئي الكل وهتسحري الكل في العيد ببشرتك الجميلة، البياض الرباني، الجمال الرباني اللي بدون ولا نقطة كريم اساس ولا نقطة مكياج نهائي. الوصفة اللي معايا النهاردة يا بنات من تجربتي الشخصية وصفة رهيبة، كيس فظيع. هنعمل مع بعض حاجة روعة من اول استخدام، هتديكي بياض ناصع بدون ولا نقطة مكياج. مش هتحتاجي تحطي مكياج لا في العيد ولا في غير العيد، هتخلي بشرتك بيضه زي القشطه وجميله ومورده وبدون تجاعيد وبدون هالات سودا، وهتقضي لك كمان على هالات السودا. يلا بينا على الوصفه، لايكات كتير، شيروا الفيديو ده يا بنات علشان الكل يستفيد، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين طبعا، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. الوصفة اللي جايبها لكم النهاردة يا بنات هتخلي بشرتك بيضة وناعمة بدون هالات سودا. انتي من بياض وجمال بشرتك مش هتحتاجي تحطي ميك اب نهائي في العيد، بشرتك هتكون صافية وجميلة وموردة بشكل فظيع جدا، وكمان هتشدلك التجاعيد وهتشلك الهالات السودا من اول استخدام. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه يا بنات انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي من تجربتي الشخصيه فظيعه ورهيبه جدا. بس دلوقتي انا قبل ما اعمل معاكم وصفه التوريد والتفتيح السريع الدائم معاكي بشكل ملحوظ جدا، بتفتح البشره من 4 ل 5 6 7 درجات، بتفتح بشكل سريع جدا على حسب نوع بشرتك، هتفتح بشكل فظيع. عايزه اقول لك ان احنا هنعمل دلوقتي مقشر، والمقشر ده مهم جدا قبل الوصفه. المقشر ده بيشلك الطبقة السمراء، بيشيل الجلد الميت، بيقشر البشرة وبينظف البشرة من الأعماق، علشان لما نيجي نعمل وصفة التوريد والتفتيح الدائم تجيب معاكي النتيجة الهائلة. فضروري جدا قبل الوصفة التانية نعمل الوصفة الأولى بتاعة المقشر دي، ضرورية جدا. والمقشر ده مناسب لجميع أنواع البشرة، دهنية، مختلطة، جافة، أي نوع بشرة هيمشي معاها المقشر ده. اول حاجه نعمل المقشر مع بعض. معايا هنا طبق زي ما انت شايفه بالشكل ده، واول مكون معايا وده ضروري جدا في الوصفه، والوصفه مش هتحتاجي المقشر ده، مش هتحتاجي تجيبي اي حاجه من بره، رخيص جدا جدا وما فيهوش اي مشاكل. معايا هنا معلقه من السكر الخشن، ولازم يكون سكر خشن مش ناعم. ليه يا مايا؟ علشان السكر الخشن بيعمل على تقشير الجلد بشكل سريع اسرع من الناعم، فنجيبه خشن زي ما انت شايفة بالشكل ده. تمام، السكر موجود معانا وفي كل بيت وفي جميع الدول. طيب، ومعايا هنا نص معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين، نص معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين، هنخلطها بالسكر بتاعنا. المقشر ده يمكن اول مرة تشوفيه واول مرة اعمله. المقشر ده فظيع جدا جدا لتبييض البشرة في العيد، وبيشيل الجلد الميت بشكل ملحوظ. معايا هنا معلقه من الميه العاديه جدا، ممكن تحطي ميه ورد، بس انا بتكلم عشان في بنات ما بتقدرش بتتحسس من ميه الورد، وفي بنات ما بتقدرش تجيب ميه ورد وما بتبقاش متوفره عندهم، بس لو هتحطي ميه ورد يبقى احسن طبعا جدا، يا اما معلقه ميه ورد يا اما ميه عاديه. هنقلبهم كويس قوي، هتفضلي تقلبي المقشر بتاعك ده كويس قوي لحد ما السكر يدوب تماما مع الميه ومع الدقيق او الطحين بتاعك. الوصفه اهي ما فيهاش ليمون، ما فيهاش حرقان، ما بتحرقش البشره خالص، مناسبه لجميع انواع البشره. المقشر ده سريع رخيص كمان، يعني مناسب ليكي جدا. بصي انا قعدت اقلب اهو، السكر داب معايا تماما، بس ما دابش كله، في بعض حتت صغيره، ده اللي انا عايزاه برضو. انا عايزه حتت من السكر تكون موجوده علشان لما تيجي تحطيها وانت بتدعكي تقشر معاكي. هناخد المقشر ده وهنيجي على بشرتنا بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نفرده، نفرد المقشر بتاعنا ده كويس قوي على بشرتنا وعلى الرقبه كمان، عشان ده بيشيل الجلد الميت، فايه يبقى
كله بالمره. دهناها بالشكل ده، دهنا المقشر بتاعنا كده، ده المقشر ده هنسيبه على بشرتنا 10 دقايق او 15 دقيقه لحد ما ينشف خالص. طبعا الدقيق او الطحين هينشف في بشرتك، شايفين السكر اصلا في حتت صغننه، ده اللي انا محتاجاه. بعد ما المقشر ده هينشف على بشرتك خالص كده، هتبداي تعملي فرق عكس اتجاه الشعر، عشان ده كمان بيشيل الشعر الصغنن، بيفتفته برده وبيشيل الجلد الميت. هتبداي ان انت تعملي تدليك تدليك على بشرتك كويس قوي، وفرك فرك فرك عشان تشيلي المقشر بتاعك ده بسهوله. هتلاقي الجلد الميت بدا يتشال معاكي، وهتلاقي حاجات كتير جدا بتتشال من بشرتك بسهوله. بعد ما عملنا المقشر الحلو ده وعملنا الحركه دي، هنبدا نغسل بشرتنا كويس قوي، وهنبدا ان احنا نعمل الخطوه الثانيه بقى بتاعه التفتيح السريع. هنبدا ان احنا نجيب طبق تاني بالشكل ده، وهنبدأ نحط أول مكون معايا. وأول مكون معايا وهو معلقة من الزبادي أو الياغورت، معلقة من الزبادي أو الياغورت بالشكل ده، معلقة صغيرة، وممكن تحطي يعني هي معلقة كبيرة، تمام، هي معلقة كبيرة من الزبادي أو الياغورت بالشكل ده في البولة أو الطبق بتاعي، تمام. هنيجي بقى يا بنات لتاني مكون معايا، وتاني مكون معايا وهو الحليب المجفف، حليب نيدو او اللبن البودرة، تمام، لبن البودرة. هنبدأ ناخد من لبن البودرة بتاعنا او الحليب المجفف نص معلقة كبيرة على الزبادي او الياغورت بتاعي بالشكل ده، تمام. ومعايا هنا يا بنات نص معلقة برضو من الدقيق او الطحين، نص معلقة من الدقيق او الطحين بالشكل ده على الزبادي ولبن او الحليب المجفف بتاعنا بالشكل ده. ومعايا هنا يا بنات دي الحنة البيضة، الحنة البيضة بتجيبيها من عند العطار، بتقولي له عايزة حنة بيضة. طيب في بنات الحنة البيضة بتفتح جدا، بس في بنات ما بيبقاش متوفر عندها حنه بيضه، وكمان في بلاد في البلاد التانية ما بتقدرش ان هي تستخدمها، فهنبدل الحنه البيضه ببودره جونسون للاطفال او بودره الاطفال العاديه جدا. يبقى يا اما هنحط بودره اطفال يا اما هنحط حنه بيضه. طب يا مايا ما فيش بودره اطفال وما فيش حنه بيضه، هنحط نشا، خلاص كله برده هيديكي نتيجه حلوه، تمام. حطيناها بالشكل ده، يبقى حطينا دقيق ومعلقه. طبعا كل المكونات دي يا بنات والله مش غاليه وموجوده عندك في البيت، ما فيهاش اي مشكله. هنيجي بقى للكنز والسحر اللي معايا بقى، وهو الكيس ده. الكيس ده مقشر ومبيض بشكل فعال مع المكونات دي، وهو كيس النسكافيه. النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان او البن كمان هينفع. هنجيب الكيس اللي انت شايفاه ده، وهنبدا ان احنا نفتحه، وهنبدا ان احنا نضيفه كله 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 كده معايا على الوصفه دي، تمام. وهنبدا ان احنا نقلبهم بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو كده اهو. قلبناهم يا حبيبه قلبي بالشكل ده. هتحداكي لو ما فتحتش بشرتك وخلتها بيضه زي القشطه مع المقشر كمان اللي احنا عملناه في اول الفيديو. عملنا الخلطه الفظيعه دي، هتبداي تاخديها بالشكل ده، وهتبداي ان انت تفرديها اهو بالشكل ده اهو. هتاخدي منها وهتفرديها بالشكل ده كده كده كده، تمام. وهتسيبيها هتفرديها على كمان الوصفه دي تنفع للجسم، هتفرديها بالشكل ده وهتسيبيها على بشرتك لمده 20 دقيقه 25 دقيقه نص ساعه. المهم ان انت تسيبيها على قد ما تقدري، بس تقعدي في مكان هاوي ما يكونش فيه يعني ما تعرقيش فيه وما يكونش حر، وتسيبيها. وبعد كده تبداي تشيليها عن طريق الفرك وتغسلي وجهك. اتفرجي على جمال بشرتك وبيضها من اول استخدام. طيب هنستخدمها، هتستخدميها من اول استخدام هتلاحظي فرق في التبييض. استخدميها لمده 3 ايام ورا بعض،
وشوفي البياض، انت مش هتحتاجي تحطي ميك اب بعد الوصفه الرهيبه دي والتفتيح اللي انت هتحصلي عليه من الوصفه الرهيبه دي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك حبايب قلبي فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.